شكرا لزميلتنا هزار عبود على هالتقرير، واليوم رح نتعرف بشكل أوسع على الجديد الذي تضمنه في النسخة الثانية من مهرجان أغنية الطفل السوري، أكيد مع رئيسة مكتب المسرح والموسيقى وأيضا عضو في منظمة طلائع البعث الرفيقة هبة سعيد. يسعد صباحك. يسعد وأكيد صباحكم. بدي صبح على محمد. سعد صباحك. صباحي. صباح الخير. سعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يعني بدايه خلينا نحكي يا هبه عن الجديده بمهرجان اغنيه الطفل السوري بنسخته الثانيه. نعم. يسعد صباحكم، صباح سوريا، صباح اطفالنا الرائعين. نحن طبعا مشروع مهرجان اغنيه الطفل السوري بدا من العام الماضي بامكانات وظروف شوي صعبه، فكان حجم المشاركه شوي من المحافظات قليل، يعني عدد الاطفال اللي التحقوا بالمسابقه تقريبا 50 مشارك. هالعام وبدأنا من بعد المهرجان، انتهاء المهرجان الاول، بالتعميم للمهرجان القادم اللي هو كان اخر ايام مبارح، كانت بحجم بعدد المشاركين بشروط المشاركه. قسمنا الفئات العمريه فئتين، من 6 ل 9 سنوات ومن 10 ل 12 سنه، وحتى نوعيه المشاركه الغنائيه للاطفال تضمنت الشيء التراثي والطربي، يعني اضيف الى الاغاني الطفليه والوطنيه موضوع التراث والطرب طبعا لتعزيز الثقافة الحضارية والإرث لسوريا. فكانت هي أحد يعني تسقيل شروط المسابقة. حجم المشاركة من المحافظات كانت كبيرة. هذا العام كان 12 محافظة مشاركين من محافظات سوريا. بالإضافة إنه كان في ظاهرة هي الغناء الجماعي للأطفال، وقت شاركوا الأطفال بشكل إفرادي، طبعا هذا المسابقة هي للغناء الإفرادي، فكان في إقبال ورغبة من أطفالنا في سوريا للمشاركة كفرق كورال بالإضافة إلى الفرق الموسيقية الطفلية. هذا الشق الأول اللي هو المسابقات. الشق الثاني اللي هو الحفل الفني الختامي اللي توج فيه عمل المنظمة بالفقرات الفنية وتتويج الفائزين من المحافظات السورية. نعم، يعني مشكورين أيضا، مشكورة جهودكم. رح نبارك لمحمد بالجائزة، شاركت ونرد جائزة إن شاء الله. ألف مبروك. مع الشهادة كمان. كمان خلينا نشوفها. خلينا نشوفها على الهواء. مبروك يا محمد. الله يبارك فيك. هاي الشهادة. أكيد محمد، إذا بتحب تقول شيء، تسمعنا شيء وتقلنا هيك لما فزت بالأغنية كيف كان شعورك قبل، بعدين سمعنا شيء. وقت فزت بالغنية فرحت، يعني حسيت وقت أنا عم غني من قلبي. وقت ربحت هيك حسيت حالي يعني مو معقولة إنه أنا ربحت. مو معقول، ما صدقت. شعور حلو. ما شو بتحب تسمعنا؟ شو بدك تسمعنا؟ الحب كله. يلا. الحب كله حبيته فيك، والحب كله وزمان كله أنا عشته ليك، وزمان كله والحب كله حبيته فيك، والحب كله زمان كله أنا عشته ليك، وزمان كله يا حبيبي قول الدنيا معايا، وكل قلبي بدقته حس يا حبيبي قول الدنيا معايا، وكل قلبي بدقته حس يا دنيا وحبي 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 ده العمر هو ده العمر هو
حسيت كأني اتخلقت تاني. شو هالصوت الحلو يا محمد؟ يعني الحب كله لهيك اصوات، لهيك ابداعات، لهيك مشاركات. يعطيك العافيه. اكيد رح ننتقل لك رفيقه هبه لتحكي لنا اكثر كيف كانت المشاركات، كيف كان ترتيبها، على شو اعتمدتوا بانتقاء الفائزين، كيف رتبتوا هذا الشيء؟ طبعا نحن مثل ما حكينا انه نحن بدأنا من انتهاء المهرجان الاول بالتعميم على المحافظات، واعتمدنا روائز في عنا نحن اطفال رواد في مجال الغناء للصف الخامس والسادس على مستوى سوريا، وفي اطفال رواد على مستوى المحافظات هن للصف الرابع. وطبعا كان خطة عمل المنظمة من العام الماضي بإدراج الريادة للصف الاول، فبدأت رعاية الأطفال والأصوات في كافة المجالات من الصف الأول الابتدائي. فوقت حطينا شروط المشاركة اعتمدنا العام الماضي الرواد، أضفنا هذا العام الرواد لوصولا إلى الصف الأول والثاني والثالث لأن مرحلة الريادة الصغرى والموهوبين من الأطفال، عشان نفتح مجال لكل الأطفال المشاركين من كل سوريا لإبراز موهبتهم لمتابعتهم. تم التواصل مع المحافظات، وطبعا من خلال المراسلات ترشحت أطفال. طبعا حكما الرواد مرشحين يعني هن فائزين على مستوى سوريا، إضافة للأطفال اللي موهوبين. فارتفعت الأسماء، كان حجم المشاركة من كل محافظة 12 طفل للفئتين العمريتين من 6 سنوات. فقسمناها نحن فئات عمرية من 6 إلى 9 فئة أولى ومن 10 إلى 12 فئة ثانية. فتم ترشيح الأسماء الأطفال، طلبنا الكلمات الأغاني، حددنا شروط الكلمات أن تكون كلمات طفلية وطنية وجديدة، يعني مو أنه قديمة أو أنه لأحد الشعراء أو شيء، لنشجع على الكتابة. لا، في عنا كمان مبدعين بالكتابة، خاصة كتابة من أجل الطفل والألحان. فوصلت الكتب لقيادة المنظمة، بتتضمن أسماء المرشحين، العازفين، المرافقين، كلمات الأغاني والنوتات. وتم تحديد موعد المسابقة، وتحددت المسابقة على 2 يوم، فترات صباحية مسائية. هذا العام كان في أريحية بتنفيذ المسابقات، العام الماضي كانت سريعة، فطالبوا الأطفال أنه ياخذوا حقهم بالأداء. طبعا الطفل بده يكون مرتاح وعم يغني، يوصل اللي بده إياه، يكون في ياخذ حقه بالتحكيم. هذا العام عملنا المسابقات على 2 وفترتين صباحية ومسائية، وتشكلت لجان مختصة من رفقاتنا المختصين في مجال الغناء، غناء الطفل، في العزف، في مجال إعداد الكلمات، في مجال الألحان. فكان في معنا لجنة مختصة نوعية، والحمد لله قدرنا نحصل جزء بسيط من وجود الطفل الغنائي، خاصة في مجال الغناء. بتعرفوا كتير مهم الغناء بالنسبة للطفل، وخاصة يوقف على هالخشبة المسرح ويفرق ويعيش بحرية وتعزز الثقة وقوة الشخصية عنده. فكان لها كتير كتير أبعاد، والحمد لله نجحنا. ويعني انا بتصور انه قدرنا نوصل لنتيجه كثير ايجابيه مع الاطفال. يمكن كمان هبه مثل ما قلتي، بوقت كل الدنيا كانت عم تحاول تخرب الثقافه، حرب على الثقافه كمان كانت بسوريا وايضا الحضاره. اليوم عنا اطفال عم تتربون ايضا وتعلمون وتدربون على الموسيقى والثقافه والتراث السوري. محمد، مين عم يحفظك كلمات الاغاني؟ وسمعت انك انت حافظ شغلات كتير قديمه، مين كان له دور بانه ساعدك لتوصل لهون؟ وشو الغنيه اللي بدك تسمعنا اياها كمان لسوريا؟ بابا هو اللي عم يدربني على الكلمات، واخواتي وخالي. هو عم يحفظك اغاني؟ نوجه له تحيه لبابا. بوجه له تحيه لبابا وماما واخواتي شادي وبسام، كمان هن كمان حفظوني. بشكر خالي نور العسلي وعمو افيراس، كلهم، كل العائلة. طب شو بدك تسمعنا لسوريا غنية حلوة؟
يعطي غسل بالعصفور. يلا خلينا نسمع. يا طاير سلم لي عصوري عقلب ودعت وراضية. يا طاير سلم لي عصوري عقلب ودعت وراضية. بلادي الحنونة كل ما صليت بلادي الحنونة كل ما صليت بطلب يا ربي ضل حامية بطلب يا ربي ضل حامية. يا شام يا شام يا شام يا شام يا شام ما بقدر حنيني أوصفه سر المحبة الناس كلها بتعرفه. يا قلبي 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 على نسماته الغوطة غبي وإلا على حبك عيوني ما غفوا. يا حنين يا طاير سلم لي عسوريا عقلب ودعت بأراضية. يا طاير سلم لي عسوريا عقلب ودعت بأراضية. بلادي الحنونة كل ما صليت بلادي الحنونة كل ما صليت بطلب يا ربي ضل حامية. آمين يا رب. تسلم هالصوت وإن شاء الله يا رب الله يحمي سوريا ويحميكم. شكرا كثير لك. شكراً. نتشكر وجودك معنا. شكراً طبعا. شكرا كثير لكم واضفتوا لصباحنا نكهه خاصه. اهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لكم. شكرا لك وان شاء الله بنشوفك باعلى المراتب. شكرا.